أو حكومة انتخابات وإلا حكومة كفاءات. إذا خيارات هذه خيارات متعددة. نشوفوا شنو هي احتياجات تونس في الوقت الراهن، شنو هي احتياجات المرحلة في الوقت الراهن. هل هي حكومة انتخابات، هل هي أي حكومة سياسية ولا حكومة تكنوقراط؟ هذه الأرضية هذه لازم نتفاهموا فيها، والمسألة هذه بالدرجة الأولى هذه هي اللي لازم نتناقشوا فيها. ثم شيء آخر وهو الدستور، ما زال فيه الدستور، ما زال فيه بعض الأشياء الخلافية لابد من التوافق حولها. هذا معناها بعض التنازلات، ثم بعض التنازلات اللي يمكن بعض الأطراف السياسية باش تنازل فيها باش يتم الدستور وإعداده في أقرب الأوقات. وأنا ما نمشيش مع فكرة أنه نعملوا لجنة متاع خبراء لإعداد دستور من أول من أليفه إلى معناها يائه. هذا معناها العمل اللي قام به مجلس توا مدة سنتين كل طيشناه في الماء ومش نعود من الأول جديد. هذه معناها الفكرة اللي جات بها بعض الأحزاب متاع المعارضة اللي قالوا نعطيه اللجنة متاع خبراء هي اللي تقوم بإعداد تعمل صياغة الدستور. تعمل صياغة الدستور هذايا معناها على ما أظن الحل هذايا هو مرفوض. لا مش صياغة الدستور سي جبران، مش صياغة الدستور من جديد لإتمام النقاط الخلافية. لا النقاط الخلافية نوضع باش الصياغة في الصياغة في الصياغة ما باش نعاودوا للإعداد. لا قالوا لا ما قالوش لا، ثم بعض الأطراف تطرح على نفسها كونه تغيير حتى الفصل الأول. حتى الفصل الأول من الدستور 41 اللي هي عليه الخلاف والأحكام الانتقالية اللي دبرت بليل. سمحني سي جبران، دبرت بليل الأحكام الانتقالية. حتى احنا كحزب جمهوري صرحنا الدستور كان ممتاز، لكن هم اللي عليهم قصونا. لكن ثم تنازلات أخرى في لكن ثم نقاط خلافية. كملوا في التنازلات. لكن هناك نقاط للمراجعة، سواء قلنا قبل الاغتيال أنه تمشي للقبة مجلس تأسيسي يقع مراجعتها في إطار توافق. هي فاش تتمثل؟ أولا في فصل 141 لغم كبير ساعتها تزامن مع الغام الشعبي، وكذلك مع السلطة القضائية وبعض الفصول اللي ممكن فيها المراجعة، وخاصة المراجعة اللغوية كذلك. حتى ما نقواش في التأويلات الخاطئة كما وقعنا مع الدستور 59، لكن في الأثناء اللي هو هكا اللي باغتتنا أكثر الحزب الجمهوري ودخله في الحزب الجمهوري كيفاش قال دستور ممتاز، رغم أنه رأينا يتماهى مع الأستاذ في حجم أستاذ عياض بن عاشور تقريبا نفس الرأي، لكن الأحكام الانتقالية هي اللي بالحق كانت فيها المأزق الكبير، لأنه دبر بليل وعطاه أنه المرحلة أخرى تتواصل فيها المجلس التأسيسي لمرحلة ما نعرفوش قداش توفى، ويقع التعليق بالدستور اللي يقع صياغته ويتواصل عمل المجلس. ما هكذا كان احنا قصينا كملوا في التنازلات. ثم المشكل الاخر وهو التقارب بين حركه نداء تونس وحزب النهضه، ثم بعض الاطراف اللي هي ترفض التقارب هذا، ثم بعض الاطراف اللي هي توافق على التقارب هذا. هذا كل حد يزمه يتنازل. احنا مش نقعدوا على طاوله حوار واحده. الاطياف السياسيه احببنا ام كرهنا موجوده في البلاد، لابد باش نتحاوروا معها، لابد باش تكون طرف رئيسي. نحاولوا باش نتنازلوا بعض الشيء وباش نتخليه كما قلنا، اذا كان مش تدخل بالعقليه نتاع الافكار المسبقه ما تنجمش تعمل حوار. ثم تنازلات اخرى في مساله قانون تحسين الثوره. ثم شكون يلزم ويقول لك قانون تحسين الثوره لابد باش يقع تمريره يقع تمريره. ثم بعض الاطراف اللي تقول لك لا، قانون تحسين الثوره لابد من التوقف عنده، لابد من تحسين الثوره من ازلام النظام البائد، من ممارسات النظام البائد، باش ما يرجعناش النظام القديم وباش ما تخلقش ديكتاتورية جديدة كما كان يحكي الأستاذ محمد عبو. ثم زاد بعض التنازلات الأخرى في ملف رابطات حماية الثورة. ثم شكون يمشي في اتجاه حلها، وإحنا نقوله هي جمعية من الجمعيات، وإحنا كمجتمع مدني كمجتمع ديمقراطي ندي وبتعدد الحزبي وبالتعدد الجمعياتي وحرية التجمع وحرية الاجتماع. وبالتالي فأنه الجمعية اللي تخالف القانون، عندنا معنا مرسوم اللي هو يحد واللي ينظم الجمعيات، اللي يخالف القانون واللي يخالف المرسوم ننتشئ للقضاء لحله، حتى ما نقعدوش ما نعطيوش سلطة الحل نعود نرجعوها من الأول جديد للسلطة التنفيذية، وتولي هي تتمنى علينا نهار اللي تحب تعطينا الترخيص باش نخدمه كجمعيات نخدمه، نهار اللي ما تحبش. لا نحبوها الحل هذا يقع عن طريق القضاء، واللي خالف القانون يقع حله. القضاء هو اللي يعالج مثل المسائل هذه. ثم ملف آخر هو ملف الإرهاب وملف السلفية الجهادية. لابد باش نفكروا، احنا عملنا الدستور فكرنا في الهويه نتاعنا، هويه الشعب التونسي شنو مقوماته، النموذج التونسي معناها في الدستور تو تلقاه موجود، شنو هي حريته، شنو هي مواقفه، شنو هي كذا. هذا بالنسبه للملف السلفيه الجهاديه هو ملف دخيل علينا صحيح،
ما كانش متواجد بكثره بعد الثوره في ظل الاوضاع الهشه، ولا معناها شيء مطروح ولابد من معالجته. انا اقول المعالجه الامنيه اللي سبقت سابقا في عهد النظام البائد في عهد الديكتاتوريات ما نجحتش، والدليل على ذلك انه معناها السلفيه الجهاديه رجعت، وانما هذا التنازل هذا ممكن هو ملف شائك شويه، لكن نعالجوه بتحسين التعليم. احنا نظام التعليم بتاعنا هو اللي بعث الافكار مشوهه عن الدين، وهو اللي بعث السلفيه المشوهه. احنا كنا سلفيين، تونسيه سلفيه، لكن السلفيه مش سلفيه هذه نتاع القتل والتقتيل والارهاب. السلف الصالح. السلف الصالح. السلف الصالح. هذه الملفات اللي هي فيها شو فيها. مش نرجع لك على المرحله السياسيه، المرحله القادمه. مش نرجع لك المرحله القادمه، لكن مش اسالك سي عبد الوهاب، عندي زوز نقاط حنا نسالهم لك. هل ترى انه المنظمات الراعيه للحوار فشلت في انها تنأى بالبلاد عن الازمه هذه؟ والسؤال الثاني نفس تقريبا السؤال اللي وجدته سي جبران، التنازلات اللي لازم تقدمها المعارضه. أعطيني السؤال الأول، المنظمات الراعية هل فشلت في أنها تحقق النجاح بنا من الأزمة هذه ولا لا؟ هو العبارة ما نقولوش فشلت، أفشلوها، خاطر المنظمات الراعية على أهميتها على مستوى الحقيقة واحدة سي عبد الوهاب. فشلت أفشلوها الفترة هذه أجهزة أم لا؟ فشلت، شوف، هي قدمت بصراحة خدمات جليلة، منظمات راعية وعريقة، هما قدموا الطرح وقع نقاشات مستفيضة ومطولة في مع جميع الأطراف والمكونات، واعتبرا أنه تحقق نجاح لكن نسبي. لكن شكون اللي يحاول أن يوجد؟ أنا طبعا ما نجمش نرجم بالغيب، نجم ننشحه في الأمتار الأخيرة، نرجو في الدقائق الأخيرة، وحتى في ممكن مسألة في وقت تفاؤلية به ممكن في آخر لحظة نلقاه. ما نجمش نكون مش متفائل، يلزمني نكون متفائل، وهذه طبعا وديما ثقتنا في المشهد السياسي. تعرف الفرقاء السياسيين علاش ديما بتفائل؟ لو يرجعوا بالزمن ل 2005 و 2007 وقت اللي كانوا هذا من الأطراف الكل الفرقاء كان يلتقيوا فيه في جريدة الموقف، كان مع نفس المعارضة، كان تاريخ جميل وكنا نتلاقيوا. إذا كانوا هذا من الأطراف وكالصورة اللي كانت نحملها ونتذكرها، هل هنهم تو أصبحوا معناتها هم فرقاء؟ علاش على الكرسي؟ معناتها النجم نلقوا من خلال تلك الصورة، نرجعوا للتالي نجم نلقاو حل. الحل كيفاش يكون؟ أن المنظمات هي متواصلة. صحيح قال السي حسين العباسي إذا في صورة الفشل ثم أربع حقائق. يا أخي نستناو الفشل باش لا لا شوف لا لا مش لا حقائق لا تحسين يكون حاضر معنا. تجب تطلع زوز حقائق ولا ثلاثة، مش بالضرورة أربعة. أي حقيقة واحدة اثنين ثلاثة عشرين، معناتها ما نستناوش الفشل باش حقائق المشهد السياسي نصالحوا الشعب التونسي بحقائق. لا باش نكونوا معناتها صرحاء مع الشعب التونسي، شكون حاول يجهر المحاولة هذه تاع المنظمات هذه الراعية كل التف حسب رأيك شكون حاول يجهر الطرف الحكومي؟ واضح المعارضة اش قالت لك؟ شو مسألة حل التأسيسي؟ قالت لك يا سيدي نحيها مسألة حل التأسيس، من حقنا كما قال سي جبران انه نعمل حكومة تقنقرات، حكومة تشرف على الانتخابات وما تترشحش. نرجع للتالي شوية، كيفاش نجحت انتخابات 23 اكتوبر؟ سي الباجي قايد السبسي كان رئيس حكومة شرط انه ما يترشح حتى حد، ساعتها جملة من الاستقالات اللي حبي عم نقول لزملائنا في غرفة البث انهم يحاولوا يتصلوا بسي حسين العباسي ان شاء الله يكون حاضر معنا ان شاء الله يكون حاضر. اما لكن شوف ان شاء الله ديما نكون متفائلين، لكن شكون حكومة انتخابات 23 اكتوبر؟ انا حكومة اللي اشرفت عليها مستقلة وما ترشحتش، هذاك علاش نجحت؟ مش طالبين احنا حكومة بون نقولوا كفاءات، حكومة بالضروري لازم تكون فيها كفاءات، مش مسموح لنا انه نحطوا ناس ماهيش اكفاء على الوزاره. مش كما تو بالمحاسب العدد المهول، خذ انت باي وكذاك الترويكا تقسم فيها كالتورته. لا من الغنائم، اي هذه الغنيمه، منطقه الغنيمه، نحن ما ضمننا منطقه الغنيمه السياسيه موجوده في اعرق الديمقراطيات صحيح، لكن مش بالشكل الفظ هذا، بالشكل اللي معناها الفجر ياسر 80 معناتها توصيل فيها 17 وزير، هذا فيها ايش 80، خلينا من هذا. لكن انه احنا قلنا محدوده العدد ومحدوده الزمن، هذه الحلول هذه مطالبكم مثال هذه طبعا اتونجيو. لكن السؤال الثاني نتاع التنازلات اللي المطلوبه من الطرفين خاصه المعارضه، انت تو قلت لي اجهضت الحكومه، معناتها اجهضت الحكومه الحوار هذه. يا خويا التنازلات لازم تقدمها الحوار، هو الحوار تنازل، الحوار تنازل، خاطر احنا تو صحيح نظلنا سلميين وخرجوا للشارع اعتصامات سلميه وسنتواصل التعبئه السلميه. نزلتوا في انكم تحاولوا لكن ما لقيناش النتيجه. سي محمد اختلف معاه، سي محمد عبو قال جيش الشارع،
لكن الجيش الشارع خاطر لم اسمع قط بحكومه في العالم تعمل اعتصام، هذه عمري ما سمعتها. رجعت او كسي جبراني ممكن يواكب، عمري شفت حكومه في العالم عملت اعتصام تهبط عبيد تعتصم، هذه ما شفتهاش. لكن تجيش الشارع هو نظام سلمي وقال انه جيش ومش يمشي يخرجوا العبيد بالقوه، لا مش يخرجوا الولايات بالقوه، لا لا، نظام سلمي وقانوني. عمرك شي تو سمعت كاسه تكسر ولا فيترينه تكسرت في جمله الاحتجاجات والاعتصامات اللي صايره؟ ابدا. لكن في نفس الوقت المعارضة قالت سيدي ما هو الحكومة تضع سقف باش تدخل أدنى تنازلات موجودة في المصلحة الوطنية. لكن اللي توافق احنا تبنينا شوف باش المعارضة قالت لك سيدي اللي يمشي معاه الاتحاد احنا معاه. باه سأقعد معي خاطر تحصلنا على سي عبد اللطيف المكي باش نحكيه على التنازلات. المعارضة هي اللي تقول انه الحكومة مش تقدم في تنازلات والحكومة كيف كيف. معنا سي عبد اللطيف المكي، اهلا وسهلا بك مباشرة على خط القلم. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك سي عبد اللطيف. أولا مش هسألك مش أقول لك أنه المعارضة تقول سي عبد الوهاب المبروك عضو في قيادي في المكتب السياسي للحزب الجمهوري، قال أنه الحكومة أجهضت هذا الحوار والحكومة لم تقدم تنازلات. ومش كان سي عبد الوهاب، العديد من الأطراف المعارضة تقول أنه الحكومة هذه مش قاعدة تقدم تنازلات، هي اللي قاعدة تعطل في المسار باش نخرجوا من البلاد في الأزمة هذه. شنو وردتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالعكس احنا نعتبر المعارضة هي اللي ربما حطت موانع امام وصول الحوار الى نتائج جيدة، سواء كان عبر التسلق في قضايا جزئية كما مسألة الوقت، لانه ما فماش فرق بين في الحلول اذا كان مثلا مسألة فرق نتاع اسابيع قليلة، وثانيا بغموض النوايا الحقيقية لموقف المعارضة. ولا أجمع هنا، هنالك بعض المعارضات عندها من خلال أحاديثنا الثنائية مع نوايا واضحة، ولكن ثم أطراف أخرى اللي هي مهيمنة ومرتهنة المعارضة، النوايا متاعها غاضة شوية وهني تنبين علاش. في حين أنه احنا كترويكا قدمنا حل متكامل فيه يضمن حاجتين، يستجيب للهاجة نتاع المعارضة في ضرورة أن تجري الانتخابات في ظل حكومة محايدة أو حكومة متفق عليها، ويضمن كذلك أن البلاد ستجري فيها انتخابات في آفاق ووقت معقول، لأن البلاد ما عادتش تتحمل. العرض زي ما أنها رفض، لأن احنا لا نستطيع كحكومة منتخب أي وضعت الأمانة بين يديها أن نسلم البلاد في ظروف ما تضمنش الوصول إلى انتخابات في أجال معقولة. هذا هو الفرق، وما فهمناش علاش تشتت بتاع المعارضة واخترين مثلا مسألة أسابيع قليلة، ما فهمناش شيء هذا، ولا يفسر إلا بوجود نوايا غامضة. فما بعض معارضات كذلك تخدم وتعمل من أجل أن لا ينجح إطار الحوار الرباعي بتاع المنظمات الأربعة، لأنها تريد أن تدفع حركة المعارضة إلى سيناريوهات أخرى. وبالتالي أنا أقول لنتجنب الاتهامات، لأن هذا مش يقدم، وإن شاء الله الشعب التونسي يستطيع أن يطلع بالتفاصيل الكافية، لأن احنا انشغلنا بالمفاوضات ولم نركز على إعلام الشعب التونسي بتفاصيل العروض. إن شاء الله الشعب يكتشف. طيب. حقيقة سعد الكيف قلت على الاتهامات، بعض وسائل الإعلام تناقلت أنك اليوم صرحت أنه الحوار الوطني معطل من قبل الجبهة الشعبية لأنها تحب أنه تدوم يعني الانتخابات، تريد تأجيل الانتخابات لمدة سنة. الكلام هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح الكلام هذا، وهذه النوايا اللي تحدثت عليها، لأنه ثم معارضات ومنها الجبهة الشعبية لا تريد الانتخابات الآن. وهذا تم التصريح به محمد النامي وسمير بطيب، صرحوا في عديد المرات بأن الانتخابات ليست مسألة مستعجلة، وبلغنا عن طريق العديد من الأطراف السياسية أن هؤلاء لا يريدون الانتخابات قبل سنة على الأقل. وبالتالي أنا أقول لو تستطيع الجبهة الشعبية أن تفند هذا والمعارضة بصورة عامة، ويلتزمون أمام الرأي العام بإجراء الانتخابات في أجال معقولة من نوع في مارس مثلا أو في أجل أقصى مارس أبريل
مثل ما اقترح السيد عياض بن عاشور، عندما يحصل هذا الالتزام يكون اللبس قد تبدد والحل يولي اكثر سهوله. لكن طيب سؤال اخير سي عبد اللطيف، الائتلاف 11 حزب من بينهم حركه النهضه، شنو مصير الائتلاف هذا؟ هذا ائتلاف واعد وائتلاف مستقبلي، وهذا يعبر عن القوى الجديده التي بدات تبرز في تونس بفضل الثوره، والمعبره على التحولات الاجتماعيه في تونس، واللي باش تعوض شيئا فشيئا القوى الكلاسيكيه القديمه اللي فعلا تجاوزها الزمن. وبالتالي هذا الائتلاف ليس ائتلافا موسميا ولا مرحليا بقدر ما انه ائتلاف مستقبلي استراتيجي، وان شاء الله يدعم بعناصر ومكونات اخرى باذن الله تجعله معبر على كل المجتمع التونسي. شنو الحل بالنسبه للتراك الخروج من الازمه هذه؟ وهذا هو السؤال الاخير، خاطر ما عادش عندي برشا وقت. احنا اقترحنا على الاخوه اللي يرعاو في المفاوضات، وقلنا لهم راه ثم من لا يريد ان ينجح الاطار بتاعكم لرعايه المفاوضات، اقترحنا عليهم ان يدعوا الى حوار جماعي بمن حضر، وهكذا سيتبين من هو حريص على انجاح الحوار واضح، ومن هو متشدد لافشال الحوار. شكرا لك سي عبد اللطيف المكي، عضو حركة عضو مجلس الشورى لحركة النهضة. وضح لنا البعض من النقاط، مش خليكم تتفاعلوا معها خاطر عندنا شويه وقت. نتفاعلوا توا. طلبت الكلمه سي جبران. ثم اشكال هوني، ثم اقوال وتصريحات الشيخ راشد الغنوشي اللي هي جات في منذ اسبوعين، يقولوا ماشي يقوم بحل الحكومه، معناها رضا بمبادره الاتحاد وبالدرجه الاولى مش يقوم بحل الحكومه. ثم ما بعديك تجي المبادره نتاع الاتحاد، رئيس الحكومه السيد علي العريض يقول يرفض استقاله الحكومه، يفضل مواصله اعمالها حتى موفى شهر اكتوبر. هذا التصريحات هذه شنو نحب نشوف موقف حركه النهضه الحالي معناها الحالي معناها منها التصريحات هذه. هل تعتقد حبيت نسأله كذلك، هل يعتقد أن حركة النهضة قد نزلت واستجابت لقواعدها برفضها تصريحات الشيخ راشد الغنوشي التي أدلى بها منذ أسنان؟ نجمش نحكي على لسان سي عبد اللطيف، هذا هو السؤال اللي حبيت نتوجهله، على خاطر بعض الشعب والطبقة السياسية والطبقة الإعلامية استنتجت أو استخلصت ربما نوع من التضارب بين تصريحات شيخية وبين تصريحات المتضاربة لبعض القيادات في حركة النهضة. سي عبد الوهاب، سي عبد اللطيف من شوية هذا هو حبيت نشوف الرد نتاع، ولم تجد ردا، ما تاخوش على كلامه، يعني ما تاخوش بكلام انك يمكن عنده وجهه نظر خاصه، يكون عنده وجهه نظر خاصه. تعطيني احنا ما بدينا نشوفوا معناها، احنا كان بودنا كونوا هو قال انه الحكومه هذه يعطينا معناها يعطينا رد على الموقف هذا. حبيت نتفاعل انا مع كلام سي عبد اللطيف، خاطر السياسه راهي ما تتبناش على النوايا. هو قالت كهند، هل عبرت الجبهه الشعبيه قالت لك نعمل انتخابات تو ما نحبش؟ ولا اي شق معارض ويقصد الجماعه؟ لا، مستحيل. السياسه لا تبنى على النوايا، لانه السياسه هذه تبنى على التكهنات. شكون الطرف اللي ما يحبش يمشي الانتخابات؟ متشبث بالحكم ولا بالعكس؟ لكن هاي الحكومه حسب سي عبد اللطيف قال انه حكومه ما نسلموش احنا يعني تو الفتره هذه فتره الحكم ما نسلموش في حكومه، ما نعرفوش يعني شنو هي مكوناتها، شنو تنجم، اسكو توصلنا للانتخابات والا لا. المعارضه تقول انها طالب اسقاط الحكومه، ما قالش ظرف، هو ما حبش يقول ظرف نتاع اللي هو الارهاب. شكون خلقه الارهاب والضب والمناخ هذا؟ شكون خلقه؟ شكون هيئ له؟ شكون تحمل مسؤوليته في الوقت اللي نادت المعارضه؟ مجبودنا على الانصار الشريعه والارهاب وتصنيفها بالارهاب. وقت اللي نادت المعارضه عديد الصيحات، قالت كراو ثم في الشعام الناس تترانا، قالوا لا يتعملوا في التمارين الرياضيه جوجينج. هي هيئه المناخ. شكون هرب ابو عياض من جامع الفتح واحداث الصفاره؟ شكون يتحمل المسؤوليه؟ شكون ساهم في الاسلحه وهذه ولات الترانزيت نتاع الاسلحه وانتشارها في البلاد وحدودنا مفتوحه؟ شكون مسؤوليه المعارضه؟ صفر فاصل، هو قال صفر فاصل، احنا ما هو صفر فاصل مؤقت، اما لكن يلزمها هي تتحمل المسؤوليه. اما باش تطلق التهم جزافا على المعارضه، واسمح لنفسي ان اتكلم باسم المعارضه، انه الناس كل متاهبه للانتخابات تتحين الفرصه وقتاش تنتخب،
مهما كانت النتيجة والشعب سيقول كلمته، لكن يكون عبر صندوق الاقتراع بعد انهاء المرحلة الانتقالية بنجاح ونمشوا لشاطئ الأمان، ليس بالانقلابات كما قيل. طيب ليس بالانقلابات، لكن حاب نسألك بما أنك في 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 قلب المعارضة، ائتلاف أربع أحزاب دستورية، هل من شأنها أنها تغير مسار الانتقال هذه توا؟ هل من شأنها أنها تعطل ولا تتأثث إلى مرحلة جديدة؟ الأربع أحزاب الدستورية اللي ما مرجعية دستورية. مرجعية دستورية. هنا مش نربط الأحداث ببعضها. مسألة تحسين الثورة مش نربط بعد ونوصلك تحسين الثورة، ثم نادت بتحسين الثورة، احنا طالبنا بالعدالة الانتقالية، وهذا بعد الثورة يجب ثم عدالة انتقالية تكون المحاسبة المصالحة إلى غير ذلك. قدمنا حتى مشروع العدالة الانتقالية مازال في رف سي مصطفى بن جعفر في الرف وما حبوش ينظروا فيه. والغريب في الأمر اللي نادت بتحسين الثورة هي عينت، نعرفش تحسين الثورة مش كون من الفلول وأزلام النظام السابق، هي عينت عينة المفتي وعينة بتاع البنك المركزي، محافظ البنك المركزي منين؟ تهم اسمه من جديد، خاصة حتى في الدواوين. معناتها مسألة تحسين الثورة هذه قابلة للنقاش. وسي الشيخ راشد الغنوشي قال احنا تنزلنا عليه بين عشية وضحاها في 180 درجة تنزلنا عليه، هذاك علاش التضارب في الموقف. لا انا قلت لك ثم موقف الشيخ راشد الغنوشي، ثم موقف قواعد حركة النهضة. لا الناس الكل قال لك راه موقف الشيخ حسين، تكلم حسين الجزيري قال لك اللي يقولوا سي الشيخ. ثم بعض الاطراف اللي تقول لك كلمات وتصريحات الشيخ راشد الغنوشي لا تلزمنا. لا تلزم، لا هي تلزم. معناها هذا هو احنا حبينا نقول في منبر اعلامي في بلاتو كمان، هذا حسين الجزيري قال اللي يقولوا الشيخ هذاك هو. خاصة انه انتق الشيخ قال تنازلنا على تحسين الثورة حتى السنة القصوى، ما نعرفش حتى 100 سنة تنجم تترشح لرئاسة الجمهورية، ما نعرفش بين عشية وضحاها. لجنة التوافقات اي لجنة التوافقات، اما لا مسألة تحسين الثورة، مسألة تحسين الثورة كيفاش تنزلوا عليه؟ معناتها من غير ما يرجع وقت اللي هو بداوا يناقشوا فيه في قبة المجلس قال لا تنازلنا عليه، عندها هو ما احترمش حتى قبة المجلس والنواب الشعب. نقطة طيب. وأغلق القصة. لكن نرجع لسؤالك. ائتلاف الأربع أحزاب. حتى أنتم كمعارضة. احنا ضد إقصاء أي طرف. تعرف شكون حتى ولو فيهم الشروط. شو شكون اللي يقصيه؟ تعرف شكون المؤهلين باش يقصي العدالة والانتقالية؟ عندك حاجتين، القضاء، القضاء المستقل. نحترموا القضاء، كما تو نوجه تحية للسادة القضاة الشرفاء، أنه القضاء المستقل وعندك الصندوق. والقانون العدالة الانتقالية. اما هكاك باش نقصيو اطراف، احنا كنا توانسه حتى لو كانوا تجمعين، كنا توانسه الصندوق عاق. اذا كان التجمعين نحطوه مش فرد سله راه، اذا كان نمشيو في المحاسبه ونرجع الناس اللي ارتكبت جرائم في حق الشعب التونسي جرائم جزائيه، اما لكن نحطوا ناس كل فرد سله اللي اخطا يتحاسب سياسيا. لا سياسيا وجزائيا قامت الثوره، قامت الثوره علاش؟ على الكرم، على الشغل، على التشغيل، باش تقتلع وعلى انه نخلقوا مناخ ديمقراطي. اما ان نحاسبوا بالطريقه ذي احزاب صحيح عندها مرجعيه دستوريه، ثم البعض منهم ما شاركش، لكن احنا نترك الشعب ليحاسبه هو بالصندوق. معناتها مش باش ياثر على المرحله. لا انا باش نقصيو اطراف. شوف وجودهم لن لا انا شوف هما فاعلين، هما فاعلين احزاب مؤشره وتنشط على الواقع السياسي. اخت مروه، احنا موقفنا في الحزب الجمهوري كان واضح. ما لعبناش هكا، ثم أطراف صنفت شق معين رسكلة للتجمع إلى غير ذلك، أصبحت اليد في اليد وفي غرف مغلقة، وثم أطراف أخرى نشوف في سي حزب المبادرة سي كمال مرجان قال احنا ما عندناش مشكل حتى كي نتحالفوا مع النهضة، حتى في المجلس في التصويت شفناه. مع وقت وين المصلحه ما تسالش، هذاكم ما تسالش. لا انا منطق المصلحه لا بطولي إيه. لا لا مش تنازل منطق المصلحه، وقت الحاج يبقى اصوات ثم تحالفات قاعده تصير. لكن احنا شوف مرجعيه دستوريه بورقيبيه لا شوف هي لها الحق ان تنشط طالما في تونس من حقها، ما تاثرش على مش انا لا لا لمزيد شوف لتحقيق التوازن السياسي من اليمين الى اليسار. لكن يلزم الشرط الوحيد انا ما تكونش عندها أجندة متاع عنف، كما نرجع لرابطات حماية الثورة اللي هي أذرع العنيفة متاع شق معين في السياسة، وهذا قابل أن يثبت القضاء واللي هو تأثر به حتى الاتحاد في أحداث ساحة محمد علي،
وثم ناس قاعدة تتململ في خصوص هذه الرابطات. وأنا نجزم لأن عمره رغم فشل الحكومة في عديد الملفات عمره ما شفنا رابطة حمى ثورة تقوم. عملونك عاملة أكبس ولا رخف، لكن ترى شوف هذه رابطة حمى ثورة اعتدت على الجمهوري في القروان، اعتدت على نداء تونس في جربة، لكن ترى اعتدتش على النهضة. وسامحني وين ملفات المزاد كما قال مسي محمد عبو؟ وين نشوف التاي ترى انه فما صفقات عقدت الى على جانب ثانتا تسريبات من حتى من نشوف فيها على المواقع الالكترونيه انه السيد باجي قايد السبسي وتحالفه مع السيد رشد الغنوشي مع هذه صفقه باش تقلب الموازين، تخلي المعارضه على جنب والترويكا يمكن شوف في طار التوافق في طار الازمه ما نجموش نحكوا على صفقات، ما نجموش نرجموا شوف نجموش احنا في مرحله ناس كل مدينه يدينا لبعضنا. شنو حوار؟ أنه تلتقي الفرقاء على الطاولة على الدوري المستديرة، لكن يجب تكون مكشوفة للشعب التونسي اللي هو صاحب السيادة. أما أن تجرى الحوارات في غرف مغلقة فالأمر يبدأ مسترا. فما تسريبات حتى على حكومة راهي رئيس الحكومة رئيس الجمهورية سيد باجي قايد السبسي ورئيس الحكومة تقدمها في إطار حركة النهضة، هي صفقة ولا مش صفقة؟ شوف إذا كانوا هب يوصلوا إلى توافق وطني مصلحة بعيدة عن الصفقات، احنا منطقة السياسة ما فيها صفقات. لا شوف احنا ديما ايجابيين في الجمهورية ديما ايجابيين مع الاطراف الكل، ما عندناش مشكلة مع اي طرف. ما عندناش برشا وقت باش نرجع سي جبران المرحلة هذه، هل هي مرحلة احزاب او تكمل منظمات الراعية انها تقود المسار هذه باش نخرجوا بزاف من الازمة؟ هو المنظمات الراعية دليلة على فشل الاحزاب. معناتها مش مرحلة احزاب. المرحلة هذه ماهيش مرحلة احزاب، هي مرحلة توافق، مرحلة مدين يد في اليد للخروج من الأزمة. هذه تونس، هذه تونس للمجموعة كاملة، ما هيش تونس للنهضة فقط أو للمعارضة فقط أو للشارع، إنما تونس بكامل أطيافها وبكامل أجيالها ومش شيبا وشبابا وكهولا وبكل كفاءاتها مدعوة باش تواجه الأزمة اللي تمر بها تونس باش نخرجوا من المرحلة هذه مرحلة الأزمة ونحققوا نجاح الانتقال الديمقراطي والمسار الديمقراطي. وبالتالي فإنه المرحلة هذه الأحزاب لازم ترخف شوية، معناتها ما نجموش كلها ترخف شوية باش معناها نجموا نتقدموا باش نجموا نواصلوا المشوار. طيب سي عبد الوهاب ونتنازلوا أكثر ما يمكن على خاطر ثم تصلب، راهو مش كل شيء من الحكومة فقط وإنما حتى المعارضة ثم نوع من التصلب، معناها هما معناها بين ظفرين أقلية، هو صحيح أقلية إذا كان نحكموا معناها المنطق الأقلية والأغلبية هم أقلية يحبوا زادة يفرضوا رأيهم على طرف معين، هذا زادة لا يجوز. ولا السياسة لي الذراع أعطيني نعطيك، ما كاشي تنخرج لك الشارع يولي السيد الآخر يخرج ولا الطيف السياسي الآخر يولي زادة كيف يجيش الشارع، هذا ما هوش حل، ما هوش حل بالكل، وإنما لابد باش كل حد يتنازل شوية طنجي معاك في ويحاول باش يخرج من الأزمة. الحزب الجمهوري والمعارضة ككل شنو يعني السيد موسى بن جعفر دعا النواب أنهم يرجعوا، قال ارجعوا الى بيتكم، ارجعوا لداركم المجلس التاسيسي وخلينا نتوصلوا الى توافقات. شنو موقفكم كحزب من الكلمه الاخيره اللي القاها السيد مصطفى بن جعفر؟ شوف موقف الحزب الجمهوري يمكن الناطق الرسمي للحزب مؤهل اكثر مني باش يجاوب، لكن ممكن نرى راي شخصي انا وسي مصطفى بن جعفر. كي قال انه يرجعوا اشترط انه يتواصل الحوار، قال نستأنف الأسبوع المقبل، هذا هو المطلوب، خاطر هو وصلته تهديدات من الشق الموجود في الأغلبية تو اللي موجودة في المجلس أنه حتى ماشي يقع متابعة معناتها في المحكمة الإدارية، رغم أنه ما عنده ما يصلوا المحكمة الإدارية لأنه قرار سياسي ودستوري. نمشي ناخذ حتى رأي الأستاذ عياد بن عاشور أنه المحكمة الإدارية ما تنظرش في قرارات سياسية دستورية، ماهوش قرار إداري. لا سمحني يا استاذ، راهو النظام المؤقت للسلطه ما يخولش السيد مصطفى بن جعفر باش يوقف اعمال المجلس، شنو هي الصلاحيات اللي عنده كما فراغ؟ يمكن انه مش معك انا في حكايه الفراغ، فراغ قانوني في المساله هذه، لكن بقينا ما يخولوش زاد النظام المؤقت للسلطه باش يقوم بشنو باش يقوم ب اذا هو فراغ، لكنه هي قرار سياسي، هو قرار سياسي، قرار سياسي، قرار لمصلحه البلاد، لكن تعليق. ما هوش قرار اداري، معناه يخوم ما عندوش السلطه. اذا كان قرار ما هوش قرار اداري بالتالي يمكن الطعن فيه، يمكن الطعن فيه بين اوجه الطعن في القرار في اي قرار اداري هو انه ما هوش قرار اداري باش يمكن الطعن فيه، ما هوش قرار، لكن هو قرار. شوف قرار معناه فيه اخذ ورد، هو موقف معناه شخصي، ما هوش موقف، يمكن موقف شخصي مبني على بعض الاجندات الله اعلم شنو،
بقينا بالنسبة للنظام المؤقت للسلطة لا ينظم تلك المسألة وما يعطيش الصلاحيات للسيد مصطفى بن جعفر باش يقوم بإيقاف أعمال المجلس. واضح. لكن لا يجوز احنا نعرفوا في المبدا في القانون لا يجوز لشخص ان يمنح لغيره اكثر مما له من الحقوق، معناها ما عندوش الحقوق اللي ما عندوش الحقوق الكافيه باش تخوله باش يقوم بهذا الاجراء. لكن هو رئيس المجلس وممكن قانون التاويل الفصل 16 ولا 17 للقانون المؤقت يخوله انه ياخذ تدابير لازمه ممكن ثم لا لحسن سير المجلس خاصه ان الظرف الوطني هل انه الظرف الوطني في ظل هذا الاغتيال والاغتيالات اللي صارت مع جنودنا البواسل في الشعابي هل هو يسمح لمناقشه الظرف لمصلحه الوطن ولا اكبر فيه هذا الاجراء؟ لا هو مش عاوز هو نواب المجلس منتخبين من طرف الشعب. سمح لي سي جبران هم اللي خوناهم باش يقوموا بالمسؤوليه. سمح لي سي جبران هو اعداد الدستور. سمح لي سي جبران هو مش يرجع باش اشترط انه يقع انجاح الحوار واش قال هو غير مسموح لنا بالفشل. اذا انا سالتني على موقف الحزب الجمهوري اذا احنا وصلنا لتوافق ونجح الحوار نسكن مش ترجع نرجع للمنطقة إذا كان إحنا وصلنا إذا نجح الحوار. أنا لا أرى موجبا الرعاية. لا أرى موجبا لإنجاز الحوار خارج قبة المجلس. خلنا أوقف السياسية كل ممثلة في المجلس مفروض معناها الحوار يوقع في المجلس مش في الغرف المظلمة اللي كنت تحكي عليها ساعة وإلا بعد فشل منظمات الرعية منظمات راعية ومنظمات غير راعية مبادرة اتحاد كثرة مبادرة أنا تو ثم قديش من مبادرة قاعدين نشوفوا فيها على الساحة السياسية وبالتالي طيب شنو هي المبادرة هي الأولى اللي باش نمشيو المنظمات المنظمات الراعية للحوار أنت قبيلة قلت هي فشلت معناتها لا أنت قلت لي الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية ترى أن المنظمات الراعية للحوار فشلت في أنها يمكن تجلب لها هي اليوم الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد علق المشاورات بين الأحزاب لفترة معينة باش الأحزاب ترجع للهيكل بتاعها وتتشاور وبعدين ياخذوا معناها قرار حاسم في مسألة الحوار يواصلوا فيه ولا ما يوصلوش فيه وإذا كان لا قدر الله فشلوا في عقد الحوار هذا ثم الحقائق اللي مش يعلن عليها احنا ماذا بينا تكون مصارحة سياسية نحس انكم تراجع من لا احنا ثم بعض الأسرار اللي هي مخفية على الشعب هذا ماذا بينا نحبوا نفهموها سواء كان من الطبقة الحاكمة او الطبقة المعارضة كل حد يقول عندي ملفات كل حد يقول عندي أسرار تنقلكم عليها اخوي يقولون عليها علاش تخبيوه علاش تخبيوه في الاشياء هذه والاسرار هذه على الشعب باش نعرفوا ننتظروا احنا باش يحصل فشل باش يقول لنا راه ثم حقائق مؤلمه خلينا نشوفوها الحقائق هذه ونعالجوها احنا كمجتمع مدني حتى احنا معنيين بالحقائق هذه وعندنا زاد يمكن الحلول باش نتوجهوا بها للطبقه السياسيه مثلا عشان الحلول خطر على يظل دقيقتين بركه فيه ودليل ذلك انه منظمات الرعاية الحوارية تابعة للمجتمع المدني ومجتمع مدني ونجح في انه يخلق مبادره وغيره ينجح في يخلق مبادره او ثم حكماء او ثم عقلاء في البلاد اللي هم باستطاعتهم باش يقوموا باش يقودوا المسيره باش يقودوا المرحله هذه الرهنه ودليل على ذلك ورجعنا سي مصطفى الفيلالي ورجعنا لسي شخصيات سياسية كبار الحوم اللي هم مستعدين باش يقودوا المرحلة هذه بدون خلفيات ولو أنه بين ظفرين خلفيات ما ثماش واحد ما عندوش خلفيات راهو صحيح لكن ثم ما نسبية ثم شكون يغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة احنا نتوجه المطلوب في هذه المرحلة هذه باش نصارحوا بعضنا وباش نحيوا الأفكار المسبقة وباش نكون تاعنا حوارنا حوار جدي ويتقعد مصلحة تونس هي فوق كل اعتبار وهي البوصلة متاعنا اللي لازم نسيروا عليها باش في أقل من دقيقة أنا توا نحيو المصالح الحزبية الضيقة والتهافت نحو السلطة نغلبوا مصلحة البلاد تونس الآن جريحة نقفوا تونس ضربوا تونس نقفوا مع جيشنا الوطني في محاربته للإرهاب نقفوا مع أمننا الجمهوري نقفوا مع جميع الأطراف السياسية الكل أنه نتوحدوا على مائدة واحدة جمعتنا الثورة تواصل مسار الثورة مازال أنه ننساو هالخلافات الكل وإن شاء الله تو
تلفتوا لتونسنا العزيزه ان شاء الله توصلوا شاطئ الامان ونفس ان شاء الله. وفي وقت حصتنا اليوم شكرا لكم على المتابعه, شكرا لكم الحضور السي عبد الوهاب والسي جبران, شكرا لك على الحضور. حكينا على الحراك السياسي في هذه الفتره, التطورات الاخيره وشو الحلول, حاولنا انه نحكيوا مع كل الاطراف. تغيب سي حسين العباسي, لكن ان شاء الله في فرص اخرى يكون حاضر معنا. مازال موعدكم معنا يتجدد كل ثلاث وسبت كما قلت لكم اليوم هو موعد استثنائي. شكرا لكم على المتابعة, تصبحون على خير, دمتم أوفياء إلى قناة القلم الفضائية. أخيرا في تونس وفي عالم الدراجات النارية, زيموتا أرقى ما توصلت إليه تكنولوجيا.